قلنا احنا كنا هضروا على هذه كنا كنهضروا على الفيزيبل. وصلنا هنايا قلنا الدور ديال الفيزيبل هو كيحمي لنا الأجهزة من الإتلاف بواسطة لفي دو جول. لفي دو جول شنو هو؟ هو فاش كيسخن هذاك السلك بواسطة بالفعل هذيك لانتونسيتي دو كورون اللي كدوز منه كيعطينا لا شالور وكيتحرق هذاك الفيزيبل كيولي عندنا ان سيركوي اوفر. هنا عطيني واحد الوثيقة باش نزيدو نوكدو هذاك الشيء كيلو لو رول دان فيزيبل. هنايا طونسيون انفيريور هنا عطيني ممكن نطبقو على لي طونسيون ممكن كتلقى لي فيزيبل اللي فيهم العبار بلانتونسيتي كتلقى فيها مثلا كيستحمل جوج امبير كتلقاها مكتوبة فيها كتلقى كيستحمل مثلا جوج امبير هذا عابرينو بلانتونسيتي وكاين اللي كيعبروا عاوتاني بلا طونسيون. ياك عرفت شنو الفرق بين لا طونسيون ولانتونسيتي راه درتهم العام اللي فات. لا طونسيون هي كتكون بالفولت كاين اللي فيزيب اللي كنلقاو فيهم العلامه ديالهم بلا طونسيون كتلقى فيه مثلا راه كيستحمل دو فولت يعني ما خصكش تعطيه اكثر من دو فولت. نفس الشيء عاوتاني تيوقع الا عطيتيه ديك لانتونسيتي اللي كي ديك لا طونسيون اللي كيستحمل راه كيبقى خدام. ها انتم كتشوفوا هاد الخيط دايز فاش كتفوتها مثلا هذا كيستحمل نقولوا مثلا 3 امبير كيبقى خدام في 3 امبير 3 فولت عفوا. فاش كتفوت ديك 3 فولت انت تعطي اون تونسيون سوبيريور كيتحرق وبالتالي البوله ما عايشتش صافي تيولي ان سيركوي اوفر بحال عندك هذاك قاطع التيار مفتوح. شكون عنده شي سؤال؟ هنايا عاد تاني بغاو يهضروا لنا على لي ريزيستونس كيفاش نعرفوا دابا الفرق ما بين لي ريزيستونس. كاينه ديال شوفوا هنايا كاينه 30 اوم 33 اوم 36 اوم 39 اوم 91 اوم. نعم شنو الفرق بين الوحده ديال الاوم والفولت؟ الاوم كنعبروا به القيمه ديال الريزيستونس. هاد الريزيستونس دابا اللي كينقصوا لنا شده التيار فيهم الماركات كاين اللي كتنقص بزاف كاين اللي كتنقص شويه. الاوم كنعبروا به القيمه ديال لا ريزيستونس. الفولت كنعبروا به التوتر لا تونسيون شحال تيعطينا هذاك الجينيراتور بحال دابا الدار شحال كتدخل لكم ديال لا تونسيون 220 فولت. البريز شحال فيه 220 فولت هذيك كتسمى لا تونسيون. فولت هي الوحده ديال القياس ديال لا تونسيون يونيتي دو ميزور دو لا تونسيون. الاوم يونيتي دو ميزور دو لا ريزيستونس ولا لا فالور دو ريزيستونس والامبير يونيتي دو ميزور ديال لانتونسيتي دو كور. اذا دابا هما ثلاثه الحوايج عقلوا عليهم دابا نعاودو نكتبوهم كاع هنا. شكرا نفسك شكرا على وجهك. كاين شي سؤال اخر هنا ولا نزيد؟ اذا قلنا هاد لي ريزيستونس فيهم بزاف كاينين اللي هما الكبار. دابا شوف هنايا مثلا هنايا 510 اوم هادو مثلا ديال 510 اوم راه كبار ها 200 اوم كاع 200 اوم مثلا تلقاها كبيرة على هادي ديال 12 اوم. ولكن ماشي دائما كتلقاو فيهم هذيك التيكيتا. مثلا الا مشات لنا التيكيتا حنا باش نعرفوا باش نبقاو تنعبروا كاين واحد الجهاز سميتو الاوم متر كما شفنا الامبير متر كنعبروا به. لان راه ما رجعتش معكم لانتونسيتي دو كورون ولا طونسيون راه ديال العام اللي فات ولكن خصكم تكونوا عاقلين عليهم شويه. لا طونسيون كتقاس باش الوحده ديالها الفولت الجهاز الفولت الجهاز الفولت متر. لانتونسيتي دو كورون الرمز ديالها اي تقاس بالامبير متر والوحده هي الامبير. حتى هذا دابا هاد لا ريزيستونس عندها حتى هي واحد الجهاز كيتسمى الاوم متر اوم متر والوحده ديالها اوم تكتب بحال هكا الاوم. باش نستعملوا هذا الجهاز ما نحتاجو لا جينيراتور لا والو كتهز هذيك الريزيستونس وكتركب ليها بين اونتخ لي بورن ديالها كتركب هذاك الاوم متر صافي كيعطيك القيمه ديالها مباشر. بحال دابا هادي شحال فيها؟ فيها 393 اوم ياك. ولكن خصنا نشوفوا الكاليبر اش من كاليبر باش خدامين ما عرفتوش عقلتو على الكاليبر شنو هو ولا لا. راني نعاود نشرح شويه. هذا كيتسمى ميلتي متر. هذا الجهاز كيتسمى ميلتي متر علاش؟ فيه الفولت متر انتو فيه الفولت متر هذا الزرق راه فيه الفولت
يعني كيعبر لنا لي تونسيون، هذا فيه الام يعني الام متر، وهذا الغوص تيعبر لنا الامبير، تيعبر لنا الامبير يعني لانتونسيتي دو دو كورون. دابا انت كتجي كدور هاد البوطونه كدورها للبلاصه اللي بغيتي، بغيتي تستعملو كاوم متر كديرو في هاد الخضر، كتختار القيمه اللي بغيتي، هادي واحد اوم الا عندك غير شي ريزيستونس صغيره، عندك هنا 100 اوم، عندك هنا 1000 اوم، عندك هنا ما عرفتش شحال هادي، واش 2 كيلو يعني 2000 اوم، هادي عاوتاني 20 كيلو اوم يعني تكون 20000 20000 اوم، كدير على حسب هذيك الريزيستونس اللي عندك واش صغيره ولا كبيره ولا شنو، اش من ريزيستونس غدير، كتختار واحد الكاليبر هنا. جيتي عاوتاني تعبر بهادو، اي وحده حطيتيها في هاد البلاصه اللي فيها الزرق، طورتي البوطونه البلاصه اللي فيها الزرق، كتولي كتستعملو كفولت متر، هذا كيتسمى ملتي متر، فيه الفولتاج كيعبر لنا لا طونسيون، فيه الاوم كيعبر لنا لي ريزيستونس القيمه ديال الريزيستونس، وفيه الغوز هنايا الامبيراج كيعبر لنا لانتونسيتي دو كورون. واش كاين شي واحد عنده شي سؤال؟ كاين شي واحد عنده شي سؤال على هذا الجهاز؟ دابا شفنا ثلاثه الحوايج، ركزوا معايا مزيان، ثلاثه الحوايج اللي شفنا لحد الان. اول حاجه شنو هي؟ شكون اللي مازال عاقل؟ اش كدير لا ريزيستونس؟ كتنقص لانتونسيتي دو كور. الحاجه الثانيه اللي شفنا كتحولها لو فيزيبل للشالور، شحال لا ريزيستونس لو فيزيبل. لو فيزيبل هذاك المهم ماشي الموضوع ديالنا، هذاك غير دزنا عليه باش تعرفوه حتى هو، ولكن حتى هو مهم اللي تعقلوا عليه نتوما هو الريزيستونس. دابا عقلوا معايا على الريزيستونس حيت هي فاش نشوفوا للوضو. شفنا باللي الريزيستونس اول حاجه كتنقص لانتونسيتي دو كورون، ثاني حاجه شفنا باللي راها كتحولها من انرجي الكتريك لانرجي تيرميك شالور، كتسخن كتسخن لا ريزيستونس كتسخن، وكتضيع هذيك الانرجي الكتريك اللي كتجيها كتضيعها سو فورم دو شالور. هنا الحاجه الثالثه دابا اللي شفنا انها كتعبر بالاوم متر والوحده ديالها اوم، وعندها المضاعفات ديالها غنشوفوهم من بعد، كاين الكيلو اوم، كاين الميغا اوم، كاين جيجا اوم، كاين الميلي اوم، غنشوفو التحويل ديال الوحدات كيفاش يكون. الوحده العالميه هي الاوم، الرمز ديالها هو هذا، هذا الرمز كيتسمى اوميغا، بقاو تميزوا ما بين الوحده، السميه ديال الوحده هي الاوم، ولكن هذا الرمز في المات كيتسمى اوميغا، الا لقيتيه في المات عندك تقول ليه اوم، لقيتيه في المات راه سميتو اوميغا. الوحده لقيتيه في الفيزيك كنقولوا 30 اوم 40 اوم 50 اوم. شكون عندي شي سؤال؟ شكون تعني قولها عندنا، اش كتعني؟ شنو هي؟ اش كتعني في المات؟ داك العالم اللي في المات، علاش كتعني الفا في المات؟ اش كتعني بيتا في المات؟ لاندا في المات؟ اكس اش كيعني في المات؟ دي فاريابل ما كنعرفوهمش، شي حاجه ما كنعرفوهاش انكوني صافي، ولكن في الا بغيتي تدخلني في المات ديال بصح كتسمى لونغل سولين، ولكن ما عندكم ما ديروا بها الطله، فكان ان شاء الله عاد تشوفوا شنو هي لونغل سولين. كاين شي سؤال اخر؟ قالك عاوتاني راه ممكن تعبر لا ريزيستونس ديالك، فبنادم راه عنده ريزيستونس، دير هذاك دير هذوك السلوكه ديال اوم متر في واحد الاوم متر وتشد هذوك السلوك، غتلقى عندك حتى انت ريزيستونس، يعني حتى الانسان راه عنده ريزيستونس. صافي هادي اللي كاينه في هاد الديابويك، فهمتوها باينه؟ هاوسي يلا هادي ماشي مهمه بزاف، هنا هادشي اللي مهم، هنا خصكم تردوا معايا البال شويه. دابا لي ريزيستونس كاينه فيهم واحد القضيه، هذوك الالوان اللي كتلقاو، هذوك الالوان راه ماشي داروا غير هكاك، ولكن راه كيعنيوا القيمه ديال لا ريزيستونس شحال فيها، شحال فيها من او. نعطيكم مثال ديال هذه شنو كتعني، كيفاش كنعرفوا القيمه ديال ريزيستونس بواسطه الالوان. هذا الرقم الاول كيكون هو الرقم ديال المئات، ولا الرقم الاول على اليسار، هذاك الرقم اللي كتحط هنايا على اليسار، ما نسميوهش لا المئات لا الالاف، حيت ممكن يكون عندك حتى الملايين هنا. المهم حنا الرقم الاول على اليسار، هذاك اللي تيجي تابعه تيمثل الرقم الثاني، ها هو لو دوزيام شيفر.
والرقم الثالث تيوريك العدد ديال الاصفار اللي خصك تزيد. غنديروا واحد المثال باش تفهموا. البني كتجي هنا كتقلب شحال من رقم شحال اش من عدد تيمثل واحد، كتحط هنا واحد هاي باينه. كتجي عاوتاني هنا كتلقى الاسود لو نوار شحال فيه زيرو، كتجي كتحط هنايا زيرو. كتجي الاحمر هذا الاخر هذا ما عرفتش واش حمر ولا ليموني، المهم حمر حمر هذاك جوج تلقى هنايا جوج. هذاك هذاك التروازيام كتزيد الاصفر كيمثل لك العدد الاصفر اللي خصك تزيد، ماشي العدد، ماشي تجي هنا تكتب جوج، انا ما غنكتبوش جوج، غنزيدو جوج اصفر. نجيو هنا نديرو بحال هكا كنزيدو جوج اصفر. دابا هاد الريزيستانس القيمه ديالها هي شحال؟ هي 1000 اوم. هادي ما كتقراش، هاد هاد الاخرانيه كتسمى لا بريسيزيون، هاديك ما دخلاش في الحساب. بلاتي هادي كتسمى لا بريسيزيون. ها هي لا بريسيزيون، صافي. اش كتعني لا بريسيزيون؟ شحال باش مضبوط العبارة. مثلا هادي مثلا ماشي هي هادي اللي عندنا في هاد الحالة، عندنا الاخرى البني كيمثل 1% لا بريسيزيون ديال هادي. هنا قلنا جوج اصفار، هادي لا بريسيزيون بحال هنايا عندنا واحد 1%، راه ماشي هاد السام، راه ماشي الخضر هذا، شوفوا هاد اللون غادي ل 1%، يعني راه ممكن نزكلو هاد 1000 اوم ممكن نزكلوها ب 1%، يعني ممكن تكون 998 اوم ولا 1002 اوم، تكون زايده ولا ناقصه بشويه. يعني هاد الاخرانيه ما كنقراوهاش، كتسمى لا بريسيزيون. نتوما دابا عقلوا غير على هادي، هاد الاخرى كتكون مبعده عليهم شويه، شوفوا المسافه ما بين هادي وهادي، هادي دائما كتكون بعيده عليهم شويه باش كتورينا منين كنقراو. الا تجي انت تقلب هادي تقلب هاد الجهه الاخرى وتبقى تقرا باينه. مثلا هادي 5% ماشي كاع حتى البني، ها هي الاخرى هادي. كاين شي سؤال هنا؟ 5% هادي. استاذ نعم استاذ، استاذ في دوك الالوان اه قولي، واش ديما كنبداو بالليسر؟ كنبداو بالليسر، ولكن عندكم تشد مثلا هادي وتقلبها ما يمكنش، ديما لا بريسيزيون خص تكون عندك على اليمين. هاد لا بريسيزيون دائما خص تجيبها على اليمين، هذيك اللي كتكون بعيده عليهم خص تجيك على اليمين. واضح والارقام كتقراهم من اليسار، دائما كتجي كتحط الرقم الاول الرقم الثاني الرقم الثالث. واش واضحه ام ولا لا؟ استاذ فهمت بينا. هادو خص تحفظوهم، هادو تيتحفظو لونوار زيرو مارون واحد غوج، تحفظو بهذا الترتيب. يقدر تعقل عليهم بهذه الجمله، دايرين لكم هنا واحد الجمله نو مونجي ريان او جوني فوالا بيان فوتر غروند بيتيز، الا ما كتاكلش بزاف قال لك راه سيتون غروند بيتيز. فوالا بيتيز تعقلوا عليها، عقلوا عليها. هاد ان تعني لونوار، ام مارون، ار غوج، او اورانج، اس جي جون، في vert, bleu, bleu, violet, gris, blanc. كاين شي سؤال هنا؟ هادشي نصيفطو لكم، يعني ما تحتاجوش تكتبوا هادشي، راح نصيفطو لكم. اللي باغي يكتب شي حاجه اخرى من زايده من هادشي اللي كنقول يمكن يكتبها، اما هادشي راه دغيا نصيفطو لكم. كاين شي سؤال اخر؟ واش واضحه هادي؟ ما تيعطوهاش بزاف، واحد القضيه هادي راه ما تيعطوهاش بزاف، بقاوش كاع كيعطوها، ولكن ما تعرف المهم غير كمعلومه وصافي، قدرت تفيدكم شي نهار. نقدر نعطيها لكم غير في شي تمرين ولا شي حاجه الجهوي راه ما كتعطاش هادي. قلت هاد الهضره هادي. دابا السؤال علاش جبنا كاع هاد الدرس؟ احنا دابا عرفنا الريزيستونس، عقلوا معايا حتى لهنا شنو شفنا؟ دابا اربعه الحوايج اللي شفنا، بقاوش ثلاثه. اول حاجه شفنا بلي راه لا ريزيستونس كتنقص لانتونسيتي دو كورون. ثاني حاجه شفنا بلي راه لا ريزيستونس كتحول لينيرجي الكتريك لانيرجي تيرميك، كتحولها الحراره. ثالث حاجه شفنا الجهاز ديالها سميتو الاوم متر، الوحده ديالها الاوم، و شنو اخر؟ الاوم متر، الاوم، والرمز ديالها اغ. والحاجه الاخرى دابا كيفاش نعبروها؟ كتعبر يا اما بالاوم متر او لا كتعبر
بهذا الشيء بهذا الالوان، كتعرفها بالالوان، كتعرف القيمه ديالها انطلاقا من الالوان. شكون عنده شي سؤال حتى لهنا؟ اربعه د الحوايج دابا اللي شفنا. شي ونزيدوا الحاجه الخامسه دابا، لالواطون. دابا شنو هو الواطون؟ لو فيزيان جورج سيمون اوم، هذا هو العالم اللي اخترع هذه العلاقه، ها هي العلاقه اللي اخترع، هذا هو لالواطون. دابا هذه العلاقه هي اللي سميتها لالواطون، ها هو السيد اللي اخترعها. الصوره الاولى ما عجبتكم شوفوا التصويره الثانيه مزوق. كيل غولاسيون اكزيستيل بوغ اون ريزيستانس اونتر لانتونسيتي اي لا طونسيون. اذا شنو دار هاد اوم؟ خرج لينا العلاقه ما بين لا ريزيستانس ولانتونسيتي ولا طونسيون. اذا كتعقلوا مزيان، لا طونسيون شنو قلنا عليها سميتها؟ لا طونسيون شنو هي هادي؟ اي شنو هي لا طونسيون؟ ياك الوحده ديالها الفولت. صافي الفولت والرمز في ار، شنو الوحده ديالها؟ شنو هي الوحده ديال اوم؟ الوحده ديال الريزيستانس الاوم. الاوم الوحده ديال الوحده ديال لانتونسيتي دو كورون اوم. صافي هادو الوحدات العالميه، وراه كاينين تحويلات في هاد الدرس راه تلقاوهم بزايد. دائما كنحولوا الوحدات عالميه قبل ما نحسبوا، عقلوا. دابا حنا كنهضروا على التمارين، الاغلبيه راه كيبقاو تيتسناو غير التمارين، حتى غير باه يهضر على التمارين باش نشدو. راه وسط الدرس راه باش ما فهمتي الدرس مزيان تيجيوك التمارين ساهلين، ما فهمتيش الدرس راه غير كتخربق على راسك، كتبقى غادي حتى تبقاو تسولوا راه حتى الدرس مهم. نزيدوا شويه. اذا هذا هو اوم، هاد العلاقه هي اللي اخترع. دابا نشوفوا كيفاش لقى هاد العلاقه. دابا هادشي اللي جاي كاع، هادشي اللي جاي راه هاد خمسه الحوايج اللي عندكم في الدرس، هاد خمسه الحوايج اللي عندكم. لا ريزيستانس راه درنا فيها اربعه الحوايج دابا اللي قلنا، كتنقص لانتونسيتي. شنو اخر؟ كنعاودهم باش تعقلوا عليهم، حفظوا معايا. اش كدير لا ريزيستانس؟ كتنقص لانتونسيتي دو كورون، كتحول لينيرجي الكتريك اون انرجي تيرميك ولا اون شالور. كتعبر بالاوم متر، الوحده ديالها الاوم. زيد الحاجه الرابعه اللي درنا يلاه دابا، الالوان ديالها، الالوان باش كنعرفوا القيمه ديالها. وخامسا دابا لا لوا دوم، هذا هو لا لوا دوم، اخر حاجه نشوفوها في هذا الدرس هي هذه لا لوا دوم. دابا نشوفوا كيفاش لقاه. اذا اول حاجه قال لك ليستوريك، هاد سيمون اوم اول مره باغي يخترع هذا الشيء، دار شي تجارب اللي لقى فيهم. قال لهم راه هاد لا طونسيون ولا انتونسيتي راه يمكن نشبههم بواحد جوج حوايج، قالهم مهمين جدا. قال لك il fut le premier à montrer que le courant électrique agit comme un fluide. قال لك اعتبر لو كورون الكتريك كوم ان فلويد، مهمه جدا. اي كو لا طونسيون اي سيميلير ا ان دينيبلي. هذا قال لك شبه الكورون الكتريك، شبهه بواحد الفلويد. شنو هو فلويد؟ هو سائل ياك، بحال الماء بحال الزيت بحال الى اخره، كيجري وسط من السلو. هنايا شوفوا معايا التيار باش شبهه بواحد الفلويد كيجري وسط من السلوك. هنايا كيكون تكون لانتونسيتي دو كورون، كيكون لو كورون تيجري. بينما شبه لنا الاخر لا طونسيون، شبهه ان دينيفلي. شنو هي دينيفلي؟ هي واحد الحافه ولا شي حاجه بحال هكا، شي منحدر. صافي منحدر هو اللي كيعطينا لا طونسيون. قال لك باش ما كان المنحدر محذور بزاف، طالع بزاف، لا بونت طالعه بزاف، تكون هذيك السرعه باش كيجري هذاك الفلويد تتكون كبيره، وبالتالي لانتونسيتي دو كورون تتكون كبيره. باش ما كان المنحدر اللي هو لا طونسيون، باش ما كانت قليله تتكون السرعه باش جاي هذاك الفلويد تتكون حتى هي ضعيفه، وبالتالي لانتونسيتي دو كورون حتى هي كتكون ضعيفه. اذا عقلوا على هذا التشبيه اللي عطانا هذا اوم سي جورج حلال. قال لكم راه لا بونت باش ما كانت طالعه كيشبه لنا هذيك لا طونسيون اون بونت، باش ما كانت لا بونت هابطه تكون لا طونسيون طالعه بزاف، و لانتونسيتي من طبيعه الحال دو كورون كتكون تتكبر حتى هي. وباش ما نقصت لا بونت، نقص المنحدر، كتنقص لانتونسيتي دو كورون. مزيان، هذه واحد القضيه دارها اول تشبيه عنده. من بعد شنو دار؟ مشى جاب واحد السيركوي بحال هكا، من بعد غادي يركب فيه واحد الريزيستانس، ها هي الريزيستانس. اش يدير لهاد الريزيستانس؟ بيركب فيها فولت متر. الفولت متر كلنا كنعرفوا بلي راه كيتركب على التوازي، والامبير متر كيتركب على التوالي، وبيبقى تيقارن
لو كورون عاوتاني منين غادي يجينا؟ منين غادي يجي عاوتاني عندنا؟ يجي من البلوس وغيبقى تيدور بحال هكا وتيرجع للموان. واش الا خرجت من هنا 5 امبير شحال يدخل؟ الا خرجت 5 امبير شحال يعاود يدخل؟ 5 امبير. 5 امبير الله يرحم والدينا. عرفتش كيدير الجينيراتور ولا ما عرفتيش؟ راه كيدفع الالكترونات تيوصلوه تيعاود يدفعوه تيعطيهم عاد ثاني واحد السرعه. شنو قلنا على الجينيراتور؟ هو اللي كيعطينا لا طونسيون. يعني لا طونسيون شنو كيكون؟ تيكون بحال منحدر غير تيوصلوا هذوك الالكترونات تيعطيهم عاد ثاني واحد السرعه باش يجيبوا الدور غير تيدفعوا. تيعطيهم عاد ثاني الجهد باش يجيبوا الدوره. تيوصلوا عاد ثاني تيعاود يعطيهم واحد الجهد باش يجيبوا الدوره. هي غاديه صافي كتدخل 5 امبير كتخرج 5 امبير وهي غاديه باينه باينه هادي. شكون عندك شي سؤال؟ هاجر عندك شي سؤال؟ شكون عندك شي سؤال؟ يوسف ادن كاع ما سمعتك. رانيا ما عرفت واش دخلت ولا لا. رانيا ما دخلاتش يعني ما كاينش كاع اليوم. زياد زياد واش دخلتي؟ فزياد ما دخلش. سلمى يلا شينا. هاجر هي حدايا راه ما خدامش ليها التليفون تاعي ما باش يدخل يخدم لها التليفون. هادشي دابا نقطعو من الفيديو ما تخافوش. هادرو يا رضا مشينا نكملو. شكون عندي شي سؤال؟ نزيد يلا اون في فاري لا طونسيون. دابا التجربه اللي غادي يدير السي اون مسيو جورج اش غادي يدير؟ غيبقى تي عفوا غيبقى تي يبدل غيبقى تي يبدل لا طونسيون. هاد لا طونسيون يدير لي واحد السان بحال هكا زعما راه فاريابل راه نساه خاصو يديرو هنايا مزيان. كيبدل هاد لا طونسيون اللي كيعطيه مثلا المره الاولى كيعطيه ما عرفتش نديرو شي ارقام وصافي 10 فولت مره اخرى يعطيه 20 فولت مره اخرى يعطيه 30 فولت وهي غاديه صافي كيبدل هاد لا طونسيون اللي كيعطي. شنو يعطي في النتائج هما هادو؟ هادي راهي الاعاده ديال التجربه. كتلاحظوا كيفاش كنركبو؟ الا عطاك شي نهار الاستاذ قال لك ركب هذا على التوازي ما تغلطش عافاك تبعوا معايا مزيان. هذا هو الاي الامبيرمتر صافي. هذا هو الامبيرمتر كتبوها هنا حداكم باش تبان. ها هي الامبيرمتر هذا الفولت متر صافي. هذا الفولت متر هذا الامبيرمتر. شوفوا دابا السيركوي كي داير. ها هو السيركوي الاولاني. السيركوي الاولاني اللي تيكون نعم كنسمع الصداع. شي واحد خدام مخدم الميكرو شي واحد مخدم الميكرو اللي الا بيه يهضر يهضر الا ما بغاش يسكت الميكرو. زياد كتسمع؟ زياد واش زياد اللي مخدم الميكرو؟ زياد كتسمع؟ أستاذ الصوت ناقص. الآخرين كتسمعوا؟ أه أستاذ كتسمعوا. المشكل هي من الكونيكسيون زياد. المشكل هي من الكونيكسيون عندي ماشي الصوت عندي اللي ناقص. غير الكونيكسيون كدير هكاك ما عليناش ماشي مشكل. مهم انت دركتي الفقره المهمه ولكن راه من بعد خصني نعاود معاك هادشي. دابا تبع معايا هنايا ومن بعد نعاود معاك هادشي. اذا قلنا اوم احنا وصلنا للوادوم. هادي كاع هي الفقره المهمه في الدرس. الوادوم دوش الدرس الدرس الجديد هذا جيتي في الاخر جيتي في الدقيقه الاخرى في الدقيقه الاخرى ديال الدرس. دابا نعاود معاك هادشي في الواتساب. تنصيفط لك شي فيديوهات تفرج فيهم الا ما فهمتيش شي حاجه سولني صافي.
حيت ما يمكنش نعاود معاك من الاول. عرفتي شحال هادي؟ شحال من ديابو هادي دابا؟ شحال ديابو؟ شحال هادي ما عرفتش. يلا المهم ما عليناش دابا. لا الوضم هو هذا، انت درتي داكشي اللي مهم، عقل على هاد العلاقه هادي. لا طونسيون غير باش تشد معنا بعدا هادشي اللي راه هادشي اللي جاي هو اللي مهم. هاد الفقره اللي قدام هي اللي مهمه بزاف، تبع معايا هنا باش من بعد نشرح لك غير داكشي اللي فيه، ماشي نعاود نشرح من الاول. هادي هذا هو لا الوضم، هذا هادي لا طونسيون. عرفتي لا طونسيون شنو هي؟ اللي كتعبر بالفولت. لا ريزيستانس هي اللي كتعبر بالاوم، واي هي اللي كتعبر بالاوم بير متر اون امبير. مزيان ها وحده، هادشي ماشي مهم كاع دابا نعاود نشرحه لك. غنشوفوا دابا منين جات هذيك العلاقه، هذاك اوم شنو دار؟ التجربه اللي دار هي هادي باش يخرج هذيك العلاقه. خرج بقاتي دار واحد السيركوي بحال هكا، دار واحد الجينيراتور اتونسيون فاريابل يعني كيبدل ليه لا طونسيون. ممكن تخرج منه 10 فولت، ممكن تخرج منه 20 فولت، ممكن دير 30، كتبقى تتبدل انت اللي بيتي. اش كيدير؟ كل مره كيسجل القيمه ديال لانتونسيتي دو كورون، التيار اللي غادي يدوز من هنا، وكيعبر وكيعبر لا طونسيون في لي بورن ديال لا ريزيستانس. صافي استاد ما فهمت. كيعاود عاوتاني تيبدل. اش هات اش هتفهم؟ اش ما فهمتيش؟ دابا غير حاول تتبع معايا زيد، حيت هادشي دابا الهضره بدات من الاول، راه ما يمكنش راه ساعه هادي وحنا تنهضروا. صافي تبع معايا اللي شديتيها مزيان، اللي ما شديتهاش دابا نعاودها معاك باش ما تعطلش الاخرين، راه ما يمكنش الاخرين دابا راه يبقاو عاوتاني. انت غير تبع معايا حتى الاخر، حتى الاخر نتفاهموا في الواتساب. الا ما فهمتيش شي حاجه سولني. بالنسبه للاطونسيون كيبقى تيبدل، قلنا وكيسجل القيمه ديال لانتونسيتي دو كورون والقيمه ديال التوتر اللي كتخرج من ديال لا ريزيستانس. هنا يطلعوا لي هاد النتائج. ها نتوما شوفوا لا طونسيون ها هي كيشدها كيشد ديال لا طونسيون ديال الريزيستانس، وكيشد لانتونسيتي ديال لو كورون. هنا قلنا ذاك لو سيركوي اون سيري، الامبيرمتر باش يتركب اون سيري. شوف معايا هذا الخط اللي درت بالاحمر، دابا هو لو سيركوي اون سيري. داكشي اش درناه بالخيوط لتحت، شوف دابا هذه الخيوطه اللي لتحت، هذا الكحل وهذا هما اللي تيمثلوا لنا هذاك لو سيركوي اون سيري. ها هو الكحل دايز الامبيرمتر، بينما هذ الخضرين تيمثلوا لنا هذاك الفولت متر التركيب ديالو اون باراليل كيفاش تيكون. نشدوه هو غير من لي بون ديال الريزيستانس، ما تجيش شدو من لي بون ديال الجينيراتور، ولا حيت الا شديتيه من لي بون ديال الجينيراتور بحال درتيه هنايا، الا درتي هذاك هذوك السلوك نرجع شويه، الا درتيهم تما بحال درتيهم هنايا، بحال درتي الفولت متر هنا، بحال جيتي وركبتي واحد لا لي بون هنا ولا بون الثانيه ما عرفت فين جبتيها كاع، تجيبها هنايا مثلا الفولت متر وتجيبو هنا، ما يمكنش. انت تشوف دائما هذاك الديبو اللي بغيتي تاخذ ليه لا طونسيون ديالو. حنا دابا هنايا بينا لا طونسيون ديال الريزيستانس، شوفوا فين درناه. ها هي لا ريزيستانس، خدينا لا بورن الاولى ديال لا ريزيستانس ودرناها هنا، ولا بورن الثانيه عاوتاني خديناها ودرناها هنايا باش ناخذ لها لا طونسيون ديال الريزيستانس. المهم كل مره كيبدل هاد لا طونسيون اللي هنايا، ها هي 3 فولت 4 فولت 6 فولت 8 فولت، كيبقى تيبدل هادي وتيبقى تيعبر تيبقى تيعبر لا طونسيون لانتونسيتي عفوا، كيبقى تيسجلها داكشي كتعطيه هنا كيبقى تيسجلو 0.03 0.04 0.06 الى اخره. صافي من بعد شنو كيدير؟ تيقسم هاد اي على اي، تيهز هاد القيمه 3 تيقسمها على 0.03، تيهز 4 تيقسمها على 0.04، تيقسمها 6 تيقسمها على 0.06 الى اخره. لقى دائما كتعطيه واحد 100 100 100 100. شنو قال مع راسو؟ قال اذا هاد الجدول اللي فيه لا طونسيون ولا انتونسيتي، قول زياد ريلاسيون دو بروبورسيوناليتي. بلاتي وئام زياد اللي قصد على قسمت 3 قسمات 0.03 قصد على تعطينا 100. غتعطينا 100 صدق. علاش سير جربها بالكالكيلاتور،
سير جيبها بكالكيلاتريس. آه صافي شكرا أستاذ. سؤال آخر قول لي وين. أستاذ قلت لك كاينة غولاسيون دو بروبورسيوناليتي. كاينة غولاسيون دو بروبورس، هذا الشيء اللي مهم. برافو مزيان. إذا شنو غنقولوا باللي راه هاد إي مع إي هو في الأول بيسميها غير هكا، إي تساوي واحد العدد أ فوا إي، مازال ما يسميها لا ريزيستونس لا والو. مهم من هاد الجدول اكتشف باللي راه كاينة بعدا واحد العلاقة دو بروبورسيوناليتي ما بين لاتونسيون ولانتونسيون. عاد من بعد غادي يجي كيفاش يسميها لا ريزيستونس. قال لك اوبسيرفاسيون لانتونسيتي اي دو كورون الكتريك اي دوتون بلو كروند كو لا تونسيون اي او بورن دو لا ريزيستونس اي كروند، باش ما كتزاد لا تونسيون ما بين لي بورن ديال الريزيستونس كتزاد حتى لانتونسيتي دو كورون. اذا كاينه بيناتهم واحد العلاقه دو بروبورسيوناليتي كيما قلنا. بور ميو فيريفي سيت اوبسيرفاسيون اون فا تراسي لا كاركتيريستيك دو ديبول، c'est-à-dire représenter la tension du dipôle en fonction du courant électrique que le traverse. On met l'eau, I en fonction de I. Comme vous savez, on met l'eau qui est dans le cours de l'équation d'une droite ou les fonctions. C'est une fonction, c'est une courbe, c'est une fonction linéaire. Linéaire. C'est linéaire, c'est l'origine du du repère. Quand l'on a les deux amis l'origine du repère. Ou les fonctions affines, mais qui est deux amis l'origine du repère. Ou donc les fonctions linéaires, on a une relation de proportionnalité. Mais bien, c'est ce qui est l'axe des ordonnées, ou c'est ce qui est l'axe des abscisses. D'aïmane, il y a le qui. Bien, les fonctions affines, on a une relation de proportionnalité. Relation de proportionnalité, qui est les fonctions linéaires. فونكسيون افين راه ما كنقولوش عليها غولاسيون دو بروبورسيوناليتي. مزيان، من بعد فاش رسمها قال هذا عاوتاني عاود تاكد بلي راه عنده ان كويفيسيون ديريكتور، والكويفيسيون ديريكتور غادي يجي يعبرو غايجي قال لك عاوتاني اي بروبورسيونيل على اي. من بعد فاش يعبر هذاك الكويفيسيون ديريكتور غيلقاه تيساوي 100، وهاد 100 هي القيمه ديال ديك لا ريزيستونس اللي دار فيها حتى هي 100 اوم. من بعد غادي يخرج هذيك العلاقه ديال اي كتساوي ار في اي. صافي، من بعد غادي يقول لك اودي هاد 100 ديال اللي لقينا راه هي 100 اوم ديال لا ريزيستونس قد قد. مزيان، دونك لا لوا دوم اي ايكال ار فوا اي، هادي هي هذا هو لا لوا دوم، العلاقه اللي كاينه ما بين لا تونسيون و لانتونسيتي هي اي ايكال ار فوا اي. ومن هادي ممكن نخرجوا ار، شحال تعطينا ار؟ دابا في الاسئله ما تبقاوش تلقاو ديما اي، ممكن يسولوكم على ار شحال تساوي. اي على اي، برافو مزيان، اي على اي. وكنديروا هذاك المثلث اللي كنديروا ديال المعكازين ديال شي واحد ما فيه ما يخدم عقلو، كنديروا ليه بحال هكا. شنديروا الفوق هنايا، شنديروا هنايا U إيغال R فوا شنو R فوا I. واللي بغيناش كنديروا كنغطيوها ياك. يلا دابا كلشي يهضر، إلا بغينا U شطنا شطنا R فوا أخو R فوا إي. فوا إلا بغينا إي كتبقى لنا إي على إي على إر، إلا بغينا إر كتبقى لنا إي على إي على إي. فوالا هادشي اللي كاين. بالنسبة للوحدات العالمية ما تنساوش إي كتكون دائما بالفوق، إر تتكون دائما بالأوم، إي تتكون دائما بالأوم. بير صافي طفيو الميكرو، اللي هضر يطفي الميكرو، غير كنقول لكم هضرو كتسوا راسكم، تما هضرتي طفي الميكرو عاوتاني كتبي تعاود تهضرو حيد ما تعكزش. شكون يعني مازال شي سؤال؟ هادشي اللي كاين بالنسبه للوا دوم اي ايغال ار فوا اي. للوا دوم سابليك تيل ا تو لي ديبول، هذا واحد السؤال مزيان شي واحد يجاوب. واش هاد للوا دوم كنطبقوا على جميع الاجهزه ولا لا؟ ولا هي اللي ريزيستانس كاع لي هذاك سميتو سمح لنا الاجهزه لي ماتيريال كاع لي ماتيريال الكتريك. اه
كاع لي ديبول الكتريك. هذا الشيء اللي تقوله شكون اللي قال؟ لا انا ريم. قولي علاش. علاش علاش قلتي لا؟ في هذا الدرس شفنا هي لا ريزيستانس، هذاك هو الجواب. جاوب جاوب. كاينين شي كونديكتور اوميك هي هو الريزيستانس. كونديكتور اوميك هو الريزيستانس. كنستعملوها في كاع الاجهزه الكهربائيه. لا غتقول لك عاوتاني ريم. لا ما خفتيش يقول لك ريم. لا حديبة لا، هذاك هاد لا لوا دوم خاص بلي كونديكتور اوميك ما كيتستعملش في الاجهزه الاخرين. قول حتى نحتاجو لا تونسيون ولا تونسيون ولا ريزيستانس. استاذ اجهزه كاملين غير الكهربائيه. راه الاجهزه الكهربائيه على الاجهزه البلاستيكيه. لا الاجهزه الكهربائيه، ولكن بحال دابا هادي عرفتوا شنو هي هادي؟ عمركم شفتوا هادي في شي جهاز كهربائي؟ بوبين. هادي سميتها لا بوبين ياك؟ عرفتوها؟ ما عرفتوهاش؟ مرة وسد. واش لغوصو؟ بحال غوصو، ولكن تيكون في الأجهزة تلقاوه إلا حليتو شي إلا كتبقشو إلا عندكم إلا عز عليكم الاختراعات بحال حذيفة. حذيفة يكون عارفو. حذيفة راه مقاومة ماشي مقاومة، هادي حرارية هادي اللي عزاز عليها الاخت. البوبين هذه سميتها لا بوبين. كاينه واحده اخرى سميتها لا الكوندنساتور بحال دابا هذه. هذه سميتها لا كاباسيتي. هذه عرفتي شنو هي؟ هذه شتي البوله ديال بعض المرات البوله ديال الديكوتور واخا تحيد البريز كتبقى هي واحد شويه عاد تسكت، ما كطفاش دغيا، ما كتحيدش البريز وتطفى مباشره. هذوك البولات اللي كتشوفهم هكاك راه تكون فيهم واحد اللعيبه بحال هذه كتسمى لا كاباسيتي. هي اللي كتخلي الضرار كتخلي نعم. شكون اللي هضر؟ ما سمعتك شنو قلتي؟ عاود. المهم عندنا هادي كتسمى بوبين، وهادي هادي كتسمى الكاباسيتي. هادو راه ما عندهمش اي تساوي اغ اي، ما عندهمش هاد لا لوا دوم. شنو هو لا لوا دوم؟ هو اي يساوي اغ اي. هما عندهم واحد لا لوا في شكل عاوتاني. اول لوا ديالهم نكتبو لكم لتحت، فيهم شي حاجه بحال هكا دي دي او على دي دو تي كتساوي ال بحال هكا كتساوي ال دي اي على دي تي على بحال هذا بحال هذا على هذا هو لوا دون. فهمتوا؟ اذا لوا دون صالحنا غير في لي ريزيستانس. هذا تشوفوه في الباك ان شاء الله. هاد لوا هذا واحد لوا اخر صالح البوبين. واش فاهمين؟ بحال دابا هذا ما صالحش لكم. اذا هاد اللالوا اللي عندنا حنا لالوا دوم صالح غير فاش؟ صالح غير بالنسبه للريزيستانس، ما صالحش للاجهزه الاخرين. فهمتوا شنو هو الجواب؟ ها هو كاع الجواب تاعكم. نتوما كتقولوا لي ايه لالوا دوم سابليك تيل ا تو لي دي اول نو لالوا دوم نو سابليك كا اون ريزيستانس. او لا كما قال عدنان، دابا هذيك هي السميه اللي خصنا نحافظوا عليها. غير عدنان كيسبقني بشويه مزيان. لا ريزيستانس او لا كونديكتور اوميك. دابا هذه علاش خصكم تحافظوا السميه الحقيقيه هي لا كونديك ان كونديكتور لو كونديكتور اوميك. كونديكتور نسبه الى هذا العالم اللي اخترع. المهم كتبوها كونديكتور اوميك، راه ما فيه ميكس راه ثقيله هذيك تكتبها بالكلافي. كونديكتور اوميك صافي. كونديكتور اوميك كتبوها الكماله ديالها او اش او ميك. شكون شي سؤال؟ استاذ. نعم استاذ. واش هذه اخر فقره؟ اخر ديابو عيتي. لا استاذ غير قلت واش مازال كاين شي حاجه.
باقي كاينين التمارين، نديروا واحد شويه التمارين باش ما نعاودش نصيفط لكم عاد ثاني فيديو عاد، حيت باقي عندنا باقي عندنا لا بويسونس وباقي عندنا لينيرجي. راه ما بقيتش كنت غنجمع لكم ثلاثه الدروس ولكن شتا نكثر عليكم وغادي نزرب، قلت اللهم نديروا درس في حصه احسن. دابا هذا غير درس واحد، باقي لنا جوج دروس. دابا الوضم اللي مهم عافاكم تعقلوا عليه بزاف هو خمسة الحوايج اللي كنت قلت لكم راه ما فتناهمش. اولا لا ريزيستانس كتنقص لانتونسيتي دو كورون، ولكن راه وريتكم كيفاش كتنقصها، راه ماشي كتنقصها عند قبل الدخول وبعد الخروج. الا دخلت الا دخلت 6 امبير كتخرج 3 امبير، صافي هادي فهمتوها مزيان. اذا لا ريزيستانس فواحد السيركوي الكتريك كتنقص لانتونسيتي دو كورون، ولكن راه كتنقصها في السيركوي كامل. يعني الا كان السيركوي اون سيري راه كتبقى وخرجت من الجينيراتور 6 امبير كتبقى تدور 3 امبير في السيركوي كامل مثلا، ماشي حتى ماشي تجي 6 امبير من الجينيراتور حتى كتوصل للريزيستانس وكتخرج كتولي 3 امبير. راه سي اون غروند فوت وتيقولوها عباد الله. نكملوا الحاجه الثانيه اللي قلنا على لا ريزيستانس، كتحول لنا ان انرجي الكتريك لانرجي تيرميك، كتحولها الحراره، هادي باينه. الحاجه الثالثه اللي قلنا لا ريزيستانس كتميز بواحد القيمه سميناها نيت لا ريزيستانس، اللي كتمثل لنا شحال باش كتنقص لانتونسيتي دو كورون. باش ما كانت هذيك القيمه ديال لا ريزيستانس كبيره كتنقص لانتونسيتي دو كورون بزاف، وباش ما كانت ضعيفه كتنقص لانتونسيتي دو كورون شويه. والحاجه الرابعه اللي قلنا على لا ريزيستانس، الجهاز المستعمل هو الاوم، الوحده الجهاز الاوم متر، والوحده الاوم وعندها الوحدات ديالها والمضاعفات. غنشوفوه كاين الميلي اوم، كاين الميغا اوم، جيغا اوم، تيغا اوم الى اخره. الحاجه الخامسه اللي قلنا دابا لا لوادون، قلنا العلاقه ما بين لا طونسيون ولانتونسيتي ديال واحد الريزيستانس، ولا ريزيستانس نيت القيمه ديالها هي او تساوي ار في. هنا كلشي باين، خمسه الحوايج اللي درنا. نمشيو دابا نشوفوا شي تمارين. باش تعرفوا كيفاش يبقاو يعطيوكم التمارين. صافي يلا مشيو للاخر كونسيرفي باش نصيفطوا لكم بيتو. هذا الشيء اللي كنكتب نصيفطوا لكم ولا نمسحوا؟ داكشي اللي كنكتب صيفطوا صيفطوا لنا. ما نمسحوش ما نمسحوش يلا ما نمسحوش. اخر نمشيو للاخر هذا لا فوالا. هنا نهضروا شي شويه، ما نهضرش على كل شيء حيت راه تقريبا نفس الهضره. هنايا ندوزو بالزربه، هما عطيني لي ريزيستانس الا بيتو تشوفوهم بتعبيرين اخر، الا بيتو تشوفو صور اخرين ها هما ها لي ريزيستانس فين تيكونوا. واحد المثال ليكزامبل، المهم هادشي راه درناه في داك في ديك البريزونطاسيون الاخرى، نصيفط لكم لي بريزونطاسيون بجوج وانتم اختاروا منه. المهم هادشي راه قلناه هضرنا عليه بزاف بما فيه الكفايه. لا ريزيستانس هضرنا عليها، الرمز ديالها اللي ما شفناش ها هو، بقاو ديروا دائما هذا الرمز. نشوفوا غير التمارين اللي بينا نشوفوا في هذا، هذا فيه التمارين غنعاود نصيفطهم لكم حتى فيهم الحل. لا ريزيستانس ها هما هذوك لي ميغا وجيغا وكيلو. هنايا دابا هذه الاوم، كاينه ميلي اوم، كاينه كيلو اوم، كاينه جيغا اوم، وكاينين حتى الاخرين ميكرو اوم، بيكو اوم، نانو اوم، ولكن هادوك ما عندكمش. الميكرو، البيكو، النانو ما عندكمش، عقلوا غير على هادو اللي كيتعطوكم بزاف في التمارين. مثلا عندنا 400 اوم، ياك 400 اوم نديرو هنا 0 0 0 هنا 4، ياك هادشي اللي كاين. ومن بعد فاش كنبيو نحولها كتزيدو الزروات، الا بغيتو الميلي اوم كتزيدو الزروات حتى لهنا، الا بغيتو مثلا الكيلو اوم نديرو هنا واحد الزيرو نديرو الفاصله، الا بغيتو الميغا اوم نديرو هنا واحد الزيرو نزيدو الفاصله. ولكن هذه الطريقه ديال الابتدائي. دابا حنا نشوفوا كيفاش نحولهم بكتابه علميه. صافي مثلا واحد ميغا اوم، الا درت هنايا واحد ميغا اوم وبيت نحولها للاوم، شحال خصني نزيد من زيرو؟ 1 2 3 4 5 6، نزيد 6 الاصفر، يعني عندي الحق نكتبها بحال هكا اولا نكتب 10 و 6 او تكتبوا هذه الله يرحم الوالدين 10 و 6 اوم. صافي نفوتوا دابا هذه الكتابه، تلقى شي شهر 10 و 6 سعود وبقات تكتب، بقات تحسب الزروات تما، يعني خصكم تعلموا الكتابه العلميه. صح راه باين 6 الزروات 10 و 6. 1 كيلو مثلا تكون فيها 1000 هي 10 و 3 باينه. ميلي غتكون فيها 0.001 ولا 10 و ناقص 3. كاين شي سؤال هنا في التحويل؟
جايين شي تمارين اخرين ونطبقوا نشوف مثلا 400 كيفاش نحولوها بلا ما نبقاو نكتبوا هذا الجدول بلا ما نبقاو نديروا هذا نبقاو نستعملوا غير هذه الكتابه العلميه الى عقلتوا على هذا عقلوا غير على هذا انتما من الميغا الاوم كنضربوا في 10 اس 6 بالكيلو الاوم كنضربوا في 10 اس 3 من الميلي الاوم كنضربوا في 10 اس ناقص 3 حيت حنا دائما كنحاولوا نحولوا نحاولوا نحولوا الاوم الوحده العالميه هادو ماشي وحدات عالم كاين شي واحد عنده شي سؤال هنا كاينش هذه لي ديستانس دائما هاد النص اللي كيكون خاوي بقاو ديروه على اليمين باش تقراوها ما تقلبوهاش دابا الا جبتي هذا النص اللي خاوي على اليسار غتعطيك نتيجه مقلوبه ما تعطيكش هذيك القيمه ديال لا ريزيستانس باش ما تبقاش تحك راسك بحال هذاك المهم الاخر عاوتاني هذه اي كتساوي اغ في اي عقلتوا على هذا المثلث راه هضرنا عليه في البريزونطاسيون اللي فايته هذه ماشي مشكل باين هذاك الشيء هادشي راه قلناه قبيله هذيك التجربه اللي دار اوم بقات يبدل في الجينيراتور عطاتو هنا 47 47 47 اي على اي من هنا خرج هذيك العلاقه الى اخره لا كاركتيرستيك عاوتاني رسمها بحال هذاك ديال قبيله راه نفس الهضره نفس الهضره هذا غير بدل القيم بلاص بدل دوك لي فالور ديال لا طونسيون اللي خدا دي فالور اخرين شي قلناه في هذيك البريزونطاسيون بالتفصيل الممل نجيو هنايا ها المعقول اكزرسيس 1 جبتوا ورقه وستيلو راه نتسناكم واحد الشيء تجاوب يلا الاولاني اللي لقى الجواب غنحبس كل شيء يلا صافي جاوب قراو جاوب الاولاني اللي لقى يهضر الاولاني اللي لقى الحل بين السؤال بينش استاذ نعم بين استاذ بين يلا اللي لقى القيمه يقولها لي اللي لقى القيمه الاولاني يحبس غنزيدو نقطه في الفرق الاولاني اللي لقى نقطه استاذ نحسبوا استاذ بو ضروري نحسب قول 1.20 1.20 جوج اشنو الوحده هي اوم عفاك تقول الجواب كامل 1.20 لا 1.25 صافي لا صافي فرصه واحده اللي عندك عندنا قولها حديث واحد على 24 اوم استاذ لا غلط استاذ لقيت 24 اوم ريم بقيت تقولي شي حاجه بقيت تقولي استاذ ولا شي حاجه باش نشد لك النوبه رايان هو اللي سبق لا سبقك كان هو كيقول استاذ هو ما خليتيش رايان هو اللي بدا الاول رايان صحيح هذاك الشيء قلتي اذا غنطبقوا العلاقه اللي عندنا اي كتساوي اغ في اي اذا اغ غتساوي اي على اي غتخرج لنا في الاخر 6 فولت مقسومه على 0.25 ما خصكمش تاخذوا هذه ما تاخذوش 250 ملي امبير علاش حيت ماشي وحده عالميه تخدموا بوحدات عالميه 0.25 امبير هي 6 على 0.25 امبير غتعطينا 24 اوم هي اللي صحيح اذا رايان هاني نكتبها راه كنكتب عندي هنايا باش نشوف اللي متبع معايا مزيان رايان واضح يلاه تبعوا معايا صافي هذا شكون عندي شي سؤال هنايا كل عندي شي سؤال هنا حتى واحد واش باينه هادي عرفتوش كتسمعوني ولا لا ديك مقطع هادشي لا كنسمعك لا كنسمعك شكون عنده شي سؤال واش باينه القاعده راه القاعده اللي طبقناها نيشان مازال ما مشيناش لشي حاجه معقده شرابي نعاود نديرو داك المثلث تفكروا شويه شنو قلنا شتي كل فوق اي هنايا لتحت
ال فوا اي بحال بحال قلبتيهم ماشي مشكل لا قلبتي اي و ار ماشي مشكل غير اي و ار يو هير خلي اي الفوق لتحت بحال لا درتي اي بحال لا درتي ار ماشي مشكل اذا اي كتساوي ار فوا فوا اي ار كتساوي اي مقسومه على اي و اي كتساوي اي مقسومه على ار ما عرفتش كاين معنا زياد زياد واش باقي متبع معاه زياد زياد تقدر ما كيسمعش مهم ما كاينش صوت مالو طفالي داكشي يقطع يا سير هاك سير طب ديخسي واش الشارجور لا استخدم ديخسي هاجي غير ماشي مشكل ماشي مشكل زياد واش كتسمع دابا زياد يلا زياد كتسمع ليكزيرسيس الثاني نطلق ندوز ليكزيرسيس الثاني عاوتاني الاول غير الاول اللي غايب يلا ليكزيرسيس جوج نقول اه 13.333 هذيك 13.333 واش هي الوحده ديال هذيك امبير 13.333 مرة أخرى قول رايان ولا جاد ولا قول سميت قول رايان 0.075 صحيحة صحيحة إذن عندنا إي كتساوي عاد تاني إغ إي إحنا بغينا هاد في هاد الحالة إش بغينا بغينا إي إذا خصنا نديرو إي مقسومة على إغ ماشي 120 على 9 خصنا نديرو 9 على 120 هينا على القوس يوصل ل 0.75 امبير واش باينه ردوا معايا البال دابا راه نمشيو لهذوك اللي فيهم التحويلات ما تنساوش دابا التحويل راه من بعد دابا شي راه مابقاش طبق نيشان ودابا حداك شي ستيلو ولا شي حاجه غنتسناكم واحد شكون عنده بعدا شي سؤال هنايا واش كلشي فاهم هادي نعاود عطيني الرسم المثلث والله طلع لكم في الراس صافي المثلث دابا باين واش نبقاو كل مره المثلث صافي خصكم تعقلوا عليه صافي هاد المرة شنو بغينا اي اش غتساوي تساوي اي مقسومة على على ار زياد واش باين هاد ال... هاد القانون هذا هو لوادون الى عقلتي على هادي راه تصد راهي في الشرع عقل غير على عقل على هاد المثلث صد صافي استاذ راه عقلت عليا هذا هذا باين واش درتوه درتوه في القسم ولا مازال درو معكم الاستاذ ولا مازال وصلنا انا يلا وصلتوا هنايا لا استاذ باقي كاع ما دخلنا لهاد الدرس ودابا المهم واش هذا وكان فهمتي حيت اصلا هاد الشيء راه درتوه في الثانيه درتو لا طونسيون ولا انتونسيتي راه هذا اللي جديد راه لا ريزيستانس هي اللي جديده
عقل دابا غير على هذه العلاقه راه هي اللي تزادت عندكم عادي يو تساوي اغ في عقل على هذه المثلث باش من بعد يتسهل عليا الخدمه شويه انا نشرح لك غير داك الشيء اللي الاول دابا هذه الفقره الاخرانيه راه عندكم غير خمسه الفقرات في هذا خمسه الحوايج بصافي هذه هي الحاجه الخامسه هذه اللي مهمه دوك ربعه الاخرين دابا نشرحهم لك تبع معايا غير في هذه صافي واخا سير هذه دابا باينه هذه العلاقه العلاقه هي هذه ولكن ما تنساوش الوحدات ضروري نحولوا الوحدات عالميه الوحدات العالميه لا طونسيون شنو هي الوحده العالميه ديالها فولت الوحده العالميه ديال اي امبير والوحده العالميه ديال ار هي الاوم باينه هادو كيفاش كنحول شويه راه يلا فتنا ما كنتيش داك درنا واحد الجدول دابا ما شتيش لا استاذ كنطفي لك ديك الساعه واخا ماشي مشكل دابا نعاود معاك هادشي بوحد طيب ماشي مشكل دير تبع معايا تعقل على شي وحدين بعدا هنايا تعقل على شي تحويلات دابا اللي بقاو الاخرين دابا نعاودهم معاك اكزرسيس 3 بدات يلا هادي راه ما شرحتهاش لكم ولكن نشوف واش كاين شي واحد واعر بيجبدها هادي راه اوم ماشي وقت هاد راه الخطا مطبعي هنا راه الام هادي راه اوم كلشي هادشي اوم هادو كاملين راه الام لا ما نعاود نكتبهم تعطوني غير الاولى تعطوني غير الجواب الاول الكاليبغ الاول راه الاجوبه مختلفين تعطوني غير الاولى جاد قول جاد الاول بقى تقول السميه بقى تقول السميه باش نعقل جاد العدنان قولها جاد 200 اوم صحيحه ها جاد لقى 200 اوم عدنان قولها عدنان الثانيه هي 2 كيلو اوم 2 كيلو اوم جد صحيحة ولا جد تلتا جوج ام جوج ام ميجا اوم ميجا اوم ميجا اوم ميجا ميجا ياك غلا سد لا ما عندك شي حق تعاود جد هي وحدة مرة انا استاذ راين ولا عدنان استاذ عدنان 200 كيلو اوم عدنان 200 كيلو اوم مئتين كيلو هي اللي صحيحه دابا نقولوا علاش نشرحوا شي شويه راه زربتوا عليهم زربان يلا شرح لنا عدنان شرح الاولى علاش قلتي 200 لولا حيتاش هي اللي قريبه لاقرب وحده ل 56 ميجا اوم برافو كنا اختو اقرب وحده ولكن تكون كبر منها الا كانت صغر منها راه ما خدامش الكاليبر دائما خصو يكون كبر من هذيك لا فالور اللي غادي نعبروا دابا كنا بينا نعبروا 56 اوم ودرنا هنايا اقل درنا مثلا درنا 50 اوم باش غير ميا ما كايناش عندنا ما كايناش عندنا في الاختيارات كون كانت 100 احسن لعطوك 100 و200 خص تختار 100 مزيانه زياد فهمتي استاذ ما يمكنش مثلا نديرو 75 ما عندناش في الاختيارات شوف هنايا في الجدول شوف هنا ديك الصوره اللي عطاونا شوف هنايا في الصوره اللي عطاونا شتا عطاونا غير 200 كون عطاونا 100 عندك الحق كون عطاونا 75 عندك الحق الا عطاونا مثلا الاختيار الا عطاونا الاختيار ما بين 80 و100 اش نختارو كنختاروا 100 اذا كنختاروا اقرب واحد كنختاروا اقرب واحد ولكن يكون كبر من هذيك لا فالور اللي غادي نعبروا حيت الا خديناه صغر من لا فالور اللي غنعبروا كيتحرق لنا الاوم متر داك الجهاز باش كنعبروا كيتحرق بين هاد اللعيبه ياك سفوت شكون حذيفه حذيفه دابا اشنا هو اصلا هاد الكالي شكون؟ قول السميه
رابع المرة تشبه لي الأصوات حديفة قول آه هادي راه أم ياك هادي باش ما تفهموا عليها راه الخطأ هذا لا سنبدلها كاع ما قرص الراس ديروا الأم حسن باش نتبناو منها إني أوري ديروا الأم على هنايا هادشي اللي عمل فيه خلال الثاني كتل اها فوالا مزيان نديرو هنايا بصح تقيل هادشي 56 نديرو انسيرسيون فينا هو سامبول اوم سامبول اوم انسيري فيرمي ها هو الاوم اللي بحال هكا باش ما نعاودوش نفس الخدمة كونترول السلام عليكم صافي هادشي اللي كاين مزيان دابا حذيفة شنو نشرحو قلتي علاش درنا هنا مثلا 200 اوم دابا هاد الكاليبر شنو كيعني فاش كنجيبو الفولت متر عاوتاني نرجعو لشي امبير اوم متر باش تبان القضية دغيا استاذ راه ما كيبانش مازال ما كيبان راه ما راه انا اللي حيدته تلقى داكشي اللي بغيت لا استاذ متفيكسي فيه واحد الطابلو دابا يبان غير صغر حيت راه انا اللي كنبدل دابا بالزربه داكشي علاش خرجت ليه على الميموار ديال ها هو غادي يزكى بلاتي ها هو قاعد داكشي اللي بينا ها هو مزيان دابا تيبان زياد ولا مازال استاذ دابا شوفوا معايا هنا هذا هو الكاليبر اللي كيعطونا شتي هذوك 200 كيلو اوم وهذاك الشيء اللي كتشوفهم مكتوب في هذاك الرمز نجيبو حدايا هنايا باش يبان نجيبو هنا بلاتي نديرو واحد القضيه دغيا باش نجيبو حدانا نبقاو تنشوفو فيه هنا هو نجيب هذا كاع نديرو ليه كونترول سي من الجهه الاخرى هنايا هنا فين واصلين هنايا كونترول بي ها هو حدانا باش نبقاو نمشيو هنا ونرجعو هنا صح مزيان دابا هذا هاد الكاليبر اولا باش نتفقوا ما يمكنش تعطيه قل من هذيك لا فالور اللي بيتي تعبر مثلا انت بيتي تعبر واحد لا ريزيستانس فيها ما عرفت شحال 300 اوم وانت هنايا في الكاليبر درتي ليه 100 اوم هذيك ما يمكنش هذيك فاهمين عليها دابا تيبقى غير هذوك اللي كبار مثلا بيت ندير بيت نعبر واحد لا ريزيستانس ديال 100 اوم واش ندير 200 اوم ولا ندير 300 اوم دائما كنديروا هذيك القيمه اللي قل حتى تعطينا لا 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 العبار بلي بريسي هذيك القيمه كتكون اقرب للحقيقيه حيت حتى هاد الاوميتر راه تيغلط هاد الاجهزه دابا راه تيغلطوا ولكن باش ما درتي الكاليبر الكبير تيكون الخطا كبير هذيك لا فالور ما تيعطيهاش لك اكزاكت باش ما كانت عندك لا فالور عاود السؤال ديالك الزياده راه تقطع الصوت باش كيحسبوا هاد الاجهزه باش كيحسبوا اش كيحسبوا القيمه ديال المقاومه القيمه ديال لا ريزيستانس شتي هادي دابا اللي كتبان لك هنا شتي هادي راه مقاومه هادي اللي كتكون في الشارجورات كتكون في الاجهزه شتي دابا الشارجور الا دخلتي لي هذيك داك التيار اللي جاي نيشان من البريز راه يتصوطا لك التليفون هذاك الشارجور باش كيكون عامر تيكون عامر بلي ريزيستانس هما اللي تينقصوا لنا التيار تينقصوا لنا التوسيتي دو كورون صافي تيعبروا القيمه ديال هاد القيمه ديال هاد لا ريزيستانس تكون تختلف من ريزيستانس الاخرى الا هما اللي كيعبروا هاد واش حذيفه ما عرفتوش جاوبت كل مازال واش وصلت الفكره ولا عندك مازال شي سؤال اخر حذيفه صافي كاين شي سؤال اخر
صافي مزيان يلا. اذا هنا 330 اش نختاروا؟ 330 فين جات؟ جات ما بين 200 و 2000. صافي ناخذوا 2000 حيت هذاك اللي قل ما يمكنش ناخذوه. دابا غير كتجي كتحط هذيك القيمه اللي عطاوك كتجي كتحطها مزيان تعرف بعدا فين جات. مثلا 300 جات هنايا ما بين 200 و 2000 كناخذ هذيك القيمه اللي من موراها كناخذ 2 كيلو هي اللي كناخذ 1000 عندنا عاوتاني 100000 هنا يبقى عندي هي الكيلو. انا باش نقارن ما نقارنها مع هادو ما نخليهاش بالاوم نحولها للكيلو. قلنا الكيلو كنضربو في 10 اس ناقص 3 قلنا قبيله. ولا بغينا من الكيلو للاوم كنضربو في 10 اس 3 ولا بغينا من الاوم للكيلو العكس كنضربو في 10 اس ناقص 3 نضربو في 10 اس ناقص 3 تمشيو لنا 3 الزروات تبقى لنا غير 100 كيلو اوم. كنجي هنايا كيلو اوم كيلو اوم كنقلب عندي هنا 20 كيلو اوم و 200 كيلو اوم. اذا 100 جات هنايا 100 كيلو اوم جات هنا كناخذ ديك اللي من موراها ناخذ 200 كيلو اوم. شكون عندي شي سؤال؟ شكون اللي عنده شي سؤال هنايا؟ راه مهم جدا هذا الكاليب كاين الانسان كامل وما كيعرفوش ليه. راه عاود راه ما سمعتش صد قلت لك راه ما فهمتش هادي ديال التحويل. التحويل راه قلت لك تنعاود نراجعو معك. دابا غير علاش تعقل الكاليب عقل مع هذا الكاليب فهمتي كتشوف هادي فين جات بحال دابا 56 اوم كتشوفها جات قل قبل من 200 56 راه اصغر من 200 اوم. اذا شنو هو الكاليب اللي تبعها؟ كتاخذ 200 اوم ما يمكنش تجي تاخذ 2000 ولا تاخذ شي حاجه اكبر منها بزاف. كتاخذ غير هذاك الكاليب اللي فيه اللي من موراها مباشره باش ما كان الكاليب الكبير راه تيكون الخطا كثير. استاذ ما يمكنش استاذ مثلا ديك 56 استاذ نديرو 56 الى عندنا الى عندنا في الاختيار حيت هادو ماشي حنا اللي كنختارهم راه تيكونوا معطيين يقدر دير 56 الا كانت معطيه. الا لقيتي هنا 56 واش واش قلتي زعما واش ممكن تساويها؟ استاذ هذا سؤال مزيان برافو معلم. لا كون عطاونا هنا 56 واش نختاروها ولا لا نختاروها؟ في لا ريزيستونس ماشي مشكل في لا ريزيستونس الا لقيتي 56 دير لي 56 صافي. استاذ ويلا كانت مثلا 55 فاصله قربت ل 56 وعطاونا من مورا 56 عطاونا مثلا 80 شكون اللي نختاروا فيهم؟ 20 كيلوغرام عطاونا 56 و 80 لا عطاونا 55 فاصله المهم فاصله قريبه 56 و 80 شكون اللي نختاروا فيهم؟ اصلا هاد لي كاليبر راه ما فيهمش الفاصله. هاد لي كاليبر راه تيكونوا محطوطين هكا في الجهاز راه تيكونوا معطيين مع الجهاز صعيب تلقى فيهم هنا الفاصله وهذا الشيء شي يكونوا معروفين. ولكن نفترضوا حنايا ايه نفترضوا عطاونا مثلا 56.56 وحنا بينا نعبروا 56 ياك واش قل منها؟ هذيك القيمه اللي بينا نعبروا واش قل من 56.56 ماشي هكا؟ ما فهمتش السؤال ديالك. انا اللي ما فهمتش السؤال ديالك واش دابا قلتي انت عندنا 56.56 في الكاليبر ياك فاش عندنا 56.56 لا استاذ قلت لك مثلا دابا عطاونا 56 هادي و باش زعما نختاروا شكون الكاليبر ديالها وعطاونا مثلا 55 فاصله قربت ل 56 وعطاونا شي عدد كبير. لا الا كانت تقل هي بشويه ناخذ العدد الكبير. خاصها تكون تساويها على الاقل اقل حاجه هي تساويها. الا كانت صغيره عليها 130 ما سمعتش مزيان زياد عاود ديك استاذ 330 استاذ ما فهمتش استاذ كي نديرو ليها والله ما سمعت راه تيتقطع عندك الصوت مره مره كيبقى تيتسمع مقطع. قلتي لي سمعت 356 الباقي ما سمعتوش عاود زياد كتسمع استاذ راه مشات ليا استاذ اي راه انا راه 330
قلت لك استاذ راه 330 استاذ ما فهمتش كنديروا ليها 330 كتجي كتشوف هنايا فين عندنا الكاليبر 330 جات ما بين 200 و2000 جات هنا استاذ كتختار ليك ولكن هذيك اللي تبعها ما يمكنش تاخذها لي كتاخذ غير هذيك اللي تبعها ما يمكنش تاخذ هذوك الاخرين حيت شفنا الخطا استاذ ولكن استاذ راه 330 استاذ راه كبر من 200 استاذ ما يمكنش تاخذ هذيك اللي كبيره على 330 راه ماشي 200 لا ناخذو راه ناخذو ديك اللي كبيره عليها 2000 اللي خديناها هي 2 كيلو اون هذه اللي ناخذو 200 خديناها في الاولى 56 صافي فهمت شكرا كل عندي سؤال هنا يا واحد الاستنتاج لو كاليبر شوازي دو تيتر سوبيريور او ايغال شتي هذيك هو ايغال شكون زياد اللي سولني على او ايغال برافو مزيان خاصها تكون كبر او على الاقل كتساويها حتى لا كتساويها ماشي مشكل شكون عندي شي سؤال اخر بقاو تسولوا بقاو تسولوا راه السؤال منش كتستافدوا بزاف يوسف علي شي وحدين ما عمرهم سولوا اش ما سمعتيش صافي قلت لك غير مزيان قلت لك غير هذاك السؤال اللي عطاتي هو هذا اللي لقيناه هنايا الا كانت او تساوي راه ماشي مشكل داكشي صافي قلت لك الا كانت تساويها ماشي مشكل نعطاتي ماشي مشكل نختار 56 شكون اللي عنده مازال شي سؤال على يلا ندوزو ليكزيرسيس 4 يلا ندوزو ليكزيرسيس 4 صافي كلشي مستعد حطوا السلوات ديالكم واجدين يلا سير راه تعطلنا بالصفر على 10 اللي درنا خصنا نساليو 10 دقائق اخر تمرين واقي باقي شي تمارين ولكن تنصيفطهم لكم وقراوهم اللي عنده شي سؤال يصيفطوا لي جو استاذ رين رين استاذ السميه عدنان صفي عدنان عدنان اخ انت قلت 33 فاطمه انت قلت 33 بركه 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 قول غير الاولى رايا قول الثانيه شكلت ريم ريم فاطمه زهرة صافي سمعتكم شاد لكم النوبه اخ 3 ايغال 33 اوم 30 لا 3 اخ 3 اخ 3 استاذ ويام 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 استاذ انا ويام عاد هجر عاد ريم عاد جد حديث استاذ راه مصباح وانا كنقول استاذ علي تا واحد يلاه ما بغيتوش تفهموا تا واحد غنجاوب انا عدنان صايي تا واحد صافي مره اخرى عاوتاني باش نبقى تنشد لكم هذا الشيء راه صعيب نبقى تنشد لكم النوبه كون غير كانت هذيك اليد بعدا يبان ليا شكون اللي هزيت ديال الاول هنا تبقاو تدبزوا يلاه سير لا ريزيستونس الاولى شنو قلنا هذيك البلاشه على مزيان اذا لا ريزيستونس ديالها كي دايره ضعيفه 33 هي اللي صحيحه بالنسبة للرزيستانس الثالثة 100 علاش هي ضعيفة فيهم الإضاءة ديالها ضعيفة يعني الرزيستانس تكون كبيرة والمويان 56 راه باين راه مويان راه باين الغلط تغلطوا غير في الكبيرة والصغيرة ما المويان راه باين هذيك اللي فيها فيبل الرزيستانس ديالها تكون كبيرة حيتاش نقصت ليها الانتونسيتي بزاف ولا رزيستانس صغيرة تشعل مزيان حيتاش الانتونسيتي كانت جهدة ديال الانتونسيتي دوكو حتى لهنا نساليو ان شاء الله الله يجعل شي بركه حيتاش العشره هذه صدره ما كيبانش ليا واه كيبان لكم انتم الاخرين هاوس كيبان اه كيبان استاذ راه الكونيكسيون استاذ راه عندك راه عندك الكونيكسيون تما ضعيفه المشكله في الحصص كاملين راه خاصك تلقى شي حل المهم حاول حاول الا خصتك شي حاجه دابا نبقى نكملها معك في الواتساب دابا تيبان لك ولا مازال استاذ كيف راه الكونيكسيون راه ماشي من عندي راه الكونيكسيون اللي كدير لك هكا
ماشي مشكل وقت ما فهمتيش شي حاجه ولا غير سول غير عقل بقاو تعقلوا سولوني في الواتساب ما حد تمثالي راه يفوت هذا الشيء راه ما تلقاوش بحال هذه الفرصه دابا راه تنبقى النهار كامل كنبقى كنجاوبكم مثالي ماشي مثالي كاع النهار كامل ولكن راه على الاقل واحد ساعتين ولا ثلاث سوايع راه نعصيها لكم كنبقى كنجاوب فيها ولكن نتوما راه قلال كاع هذوك اللي كيسولوا هذوك اللي كيسولوا هما اللي كيجيبوا النقط وهذوك اللي ما كيجيبوا لا نقط لا والو كاع ما تيسولوا عادي واش فاهمين راه ماشي هكا كيقراو الناس راه الا مشيتي تحصلتي في شي حاجه وسولتي عليها راه كتعقل عليها ما عمرك تنساها الا جيتي غير كتفرج في الدرس حتى كيسالي وتنوض ما عمرك تتعلم غتكون على يقين نتوما بغيتو تتعلموا بالسهوله راه ما كايناش في جميع المسائل يا ضرب تمال على شي حاجه تتقنها يا خليك هكا شبع راحه وما كتتقن والو راه الراحه وهداك الشيء راه ما كيتجمعش صافي سوي سيغي سيغتان الشيء راه ما فيهش شك سير وقراو هادشي مزيان الماط الثاني اخر فرض عندنا في الدوال هو نهار الجمعه ان شاء الله من بعد من موراه غادي يكون واحد الفرض فيه غيكون الاولمبيات غيكون واحد ديال الاولمبيات نهار الاثنين اخر حصه في الدوال هذاك ديال الاولمبيات غير اللي بغى غيكونوا تمارين قاصحين غير اللي بغى يجرب راسه صافي حتى هو ساعه ونص حتى هو غادي نديرو فيه ساعه ونص هذاك الاختياري نعم استاذ هذا ديال هاد الجمعه غادي يعاودوا كلشي ديال الجمعه كلشي غيعاودوا اخر فرض في الدوال وما غاديش يكون قاصح بزاف غيكون عادي جدا يكون بحال الاول والثاني غير غيكون طويل خصك غير تزير غيكون طويل خصك تكون ضابط هذاك الشيء ما تبقاش تتفكر صافي هذاك الفرض الاولاني والثاني سيروا قدوه مزيان الفرض غادي يكون طويل مجبد ولكن ساهل يعني اللي مقد شغلو مزيان راه ما يحصلش راه 40 راه ما عندهم ميزك الفرض فهم نساء حيت الاسئله غيكونوا ساهلين نعم تشحال فهم نساء نفس الوقت ساعه ونص استاذ نفس الوقت ساعه نعم استاذ واش هاد الفقره دابا اللي درناها في الفيزيك استاذ واش غادي نديرو فيها فرد ولا حتى نقراو دوك الدروس الاخرين لا نبقاو كنديرو هي الدرس نبقاو كنديرو هي الدرس باش نجمعهم لكم بثلاثه باش يبان لي اللي شد هادشي مزيان واللي ما شدش وما انا كنعطيكم تمارين ولكن نصيفط لكم شي تمارين في الفيديوهات وتقراوهم من راسكم اما الفيزيك هادشي اللي عطى الله صافي ندوزو نيشان الامتحانات الجهويه شتي هاد الموقع فين هو هذا بي سي واحد فورما اللي راه منو غنهز لكم الامتحانات الجهويه يلا سيروا قلبوا هنايا من اش نهز لكم الامتحانات الجهويه اللي نبقاو كنديروا طابل في طابل في طابل في بي سي واحد فورما واخا هما بالعربيه غير قراوهم راه نترجموهم راه كاينين من 2012 حتى 2018 بالتصحيح ديالهم صحيح باين مضيطي مزيان ولكن نقدر نهز لك انا من 2012 نقدر نهز لك من 2017 المهم راه عندكم من 2012 تما حتى 2018 سيروا قدهم مزيان خدموهم من غير هذا الشيء راه ما كاينش الفيزيك دابا صافي راه تقريبا نديروا الحصه الجايه نديروا لا بويسونس الحصه الاخرى نديروا لينيرجي الكتريك سالات الفيزيك صافي بقاو لنا غير الامتحانات الجهويه المطره باقي لنا جوج دروس ما نزربوش اليوم لا تتن قولي يلا شكون قولي ولا قول استاذ استاذ واخا ليا شي وقيته استاذ باش فاش تبغي استاذ تراجع معايا في الواتساب غنزيد ليك النهار كامل فينكم كاع ما كتبان يلا غدا سي ديال نزيدك من نبدا يلا من 12 من 10 حتى ال 10 حتى ال 12 يلا من 10 حتى ال 12 هاني معاك ان شاء الله استاذ راه عندي حيت مع شحال عندك استاذ عندي استاذ حصه غدا استاذ من 9 حتى استاذ حتى ال 10 استاذ قال لك استاذ الاس بي تي غيدير علينا استاذ من بعد استاذ عندنا الفرنسيه والعربيه يلا حتى الواتساب ولا شي شي وقيته صحيح ولا شي الواتساب فيها الاسلام العشي حتى الواتساب وقول لي صافي باش ما نضيعش شوف هذا الشيء تيخصك خليه حتى الواتساب باش ما نضيعش الوقت الاخرين الواتساب كنت فاهم
شكون اللي عنده شي حاجه اخرى كتخص الجميع؟ شكون اللي عنده شي سؤال؟ صافا زياد تل دابا نقول لك الوقيتات من بعد سمعتيني؟ اه غنزكي معاك شي وقيته بوحدي. شكون اللي عنده مازال شي مشكل؟ ماشي غير زياد، اللي عنده شي مشكل يسول. راه ما تلقاوش بحال هاد الفرصه، راه احسن فرصه دابا فين تقراو هي هادي، راه تسالي المواد ديال كاملين وديك الساعه بعدا الماط والفيزيك. الماط والفيزيك راه هاني مستعد هاد الايامات راه نعطيكم اكثر من الوقت، ماشي غير الوقت. غير فينكم يلا غير بقاو تتسولوا، يبان لي بنادم كيبحث ماشي باغا غير ساله، ماشي انت بغيتي غير تبقى تتصنت وتفهم. شوفوا الفوش هذيك الطريقه، راه ما تلقاو مشكل من بعد، تلقاو مشكل في الثانوي ومن بعد كاع الثانوي راه تلقاو مشكل اللي مولف بحال هكا، اللي مولف كلشي موجود. غتبقى كتسنى انت حتى يشرح لك هادشي بالخشيبات عاد تفهم. عطى الله الفيديوهات، عطى الله لي دوكيمون، هي جوجل ما تعرف لا موقع لا والو، دير في جوجل اي حاجه خصك راه تخرج. ما باش تبقى تضيع الوقت في التليفون النهار كامل وما مستفدت حتى حاجه، هي والو، هي ما كاين والو. شكون اللي عنده شي سؤال اخر؟ اذا قلنا باش نلخصوا هذا الشيء باش ما ننساوش، عندنا نهار الحد ان شاء الله الحصه التوجيه صافي الحد، ما السبت عندي شي حاجه اخرى يلا تفكر غالبا نديروا الحد. كيفاش التوجيه؟ توجيه شنو ديال التوجيه؟ نشرح لكم شنو غتختاروا، شنو عندكم الاختيارات، الا عندك شي سؤال واش ندير هذه واش ما ندير هذه، شنو هما الافاق ديال هذه الشعبه، فين غتوصلك، اش من باك غاد اشنو؟ استاذ انا عمرت الورقه. عمرتيها صافي؟ اه ماشي مشكل، راه يمكن تستافد واخا واخا عمرتيها، حيت راه يمكن عاوتاني تبدل، عندك الحق عاوتاني تبدل العام الجاي غتعرف عاوتاني شنو عندك مورا الباك. انا ما نديرش لكم هي التسعه، ندير لكم التوجيه ديال التسعه والسانكيام والباك، يلا تعرفوا كاع اش عندكم. حيت راه دابا شنو هو الخطا اللي كديروا؟ كتجي كتقول انا مزيان في الماط والفيزيك بلاتي ندير العلوم، ولكن انت ما تتفكرش كاع في هذاك الباك اللي غادي تشاد واش غادي دير به. راه خصك تبدا من الاخر، تبدا بالخدمه ديالك، تشوف شنو بغيتي تخدم، شنو باش كتحلم، وتشوف اش من باك غادي يوصلك لهذيك الخدمه، عاد هذاك الباك تشوف اش من اولى باك غادي تديك لهذاك الباك، وعاد تشوف السانكيام اش من سانكيام اش من جهه مشترك غادي تديك لهذيك الاولى باك اللي غادي تديك لهذاك الباك، عاد تشوف اش من تسعه اش دير في التسعه باش ديرو في الجهه مشترك. ما غير كتجيو كتعمر طق طق طق. شكون عندك شي سؤال؟ هادشي اللي كاين. اذا السبت الحد قلنا هذيك الحصه ديال هذاك سميتو، الاخر نهار ان شاء الله الاثنين، اثنين غيكون لا الجمعه قلنا صافي، الجمعه قلنا الفرض كلشي بيدوزو. الاخر نهار من نهار اخر اثنين قلنا الاولمبيات صافي، قلنا الاولمبيات حبسوا الفيديو هنايا باش ما يطولش لنا بزاف، راه فيه ساعتين.